Kel'alimul hakim. Sure-i Yusuf ayet açılış siya Rabbi alemi ve ferman dike ezber ejhevala rica bikim kamerayı kuvun karbin bigirin eve kub hoz atıştaki bebeje bira kamera kub bek atışki bebeje o bira devam ke seyda efendim ya oje denki ji kamera mı denki nai kuru te nai bigirin ihtiyaç tine vakti tub hoz atışki bebeje te beji o dedisa bigiri bira kharakhir nai kudej ve rasibe çünkü em qayıb digirin benim Evet ku kamera wan beki evet ku mikrofona wan beki ve begirin. Bismillahirrahmanirrahim. Ve qala al-malik inni ara sab'a baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijaf. Sab'un ijafu ve sab'a sumulati khudri ve ukhra yabisat. Ya eyyuhel melev eftuni fi rü'yaya in kuntum lirru'ya te'burun. Sadakallahu l-Azim. Ve kâlel melikum. Melike Mısır'a debe inni era seb'a bekaratin simani. Min di haft haft çeyleke khurt ye'kuluhunne seb'un icafun. Duhurun vane khurt haft hafe zayıf. Ve seb'a sümbülati khudrin. O haft hep sümbül. Sümbülü genim evi heşin ve okhara yabisatin. O haft hep heşk. Ezgılam. Heşk. Ezgıla. Estağfurullah. Adet-i Zarabi. Estağfurullah. Elmidere teşkiki khayra ve becim. Kerim. Sab'a bakradin semanin tegu ki evana evi zayıf dokun. Halbuki ya... Na na. No, no, stop. Hayır, hayır. No, no. Musa ne bu? Seb'a bekaratin simanin ye'kuluhunne. Ha seb'un icafin fa'ali ye'kuluye. Hafz hafi za'id evi kurdu. No, no. Eğer mi yanlış ifade kiribe ez... Ha, Musa bu. Tamam, serçapı. Ve seb'a... Yani şu... Okey, dedi. Ve seb'a sümbülatin khudrin ve ukhra yabisatin. Hafz hafi sümbüle heşin... O edinji evi hışk bu ne? Melek. Ya eyyuhel mele'u eftuni fi rüyaya. Ey rusipi, ey evi zana, ey evi huyani cümleti eftuni fi rüyaya. Ka fetva mı bidin dhaqi ve khavna mı da? Yani ta'bira khavna mı kij ve çi zane? Bebejin in kuntum lirru'ya ta'burun. Eğer gerçekten un ehli rüyayene ون اهل تعبير خونا ون اهل جبونا وان را كا تعبير خونا من ببش من. لما دنا فرج يوسف عليه السلام وقت يكون نسبه وحدة يوسف جحفصه داري رأى ملك مصر الريان بن الوليد رؤيا عجيبة هالته دبيت دي ملوك مصر يكون نابي الريان بن الوليد خونك عجائب كويكرة دهشته وصا اوكبو جبالي رأى كدي رأى سبع بقرات سيماني دي حفت حف شيلكي خرت خرجنا من نهر يابس درتين ج شمكي وصزيا كبية وسبع بقرات عجاف وحفت حف شيلكي ضعيف فابتلعت العجاف السيمانة دبلعين دبلعين كرمان جدا دبلعين يعني يطمشتكن دبلعين فان أبي ضعيف أبي خرد وراء سبع سنبلات خدري ودبينا حفت حب سنبلة تار أم تبين سنبل شو كرمان جيرا أبي إشي قد إن عقد حبها وصحبوي خجرتنا تام وسبع وسبعا أخرى يا بساط وحفت حب سنبلة بجي أوجي إجا حشبنا قد استحدثت وأدركت يعني هاتنا حسدي هاتنا قوار الشنيني وأدركت جيشتنا ملي فالتوت اليابسات على الخدري وصا خوربنا ميلبنا أبي حش بسر أبي طاردة حتى غلبنا عليها حتى كو غالباتنا السر وممكن بنيه فاستعبرها أبي طلبات فالتوت شبو فالتوت فالتوت يعني وصل لي ليخ للسلوى التوت برضو ميانش كون تمام فاستعبرها يعني فاستعبر الملك يعني فطلب تعبيرها تعبير برؤية فلم يجد في قومه من يحسن عبارتها يعني تعبيرها
دنبا قومي خدا يكي كو تعبيرك خوشك جيرا بده ندي سيمانين اب كلمة سيمانين جمع سمين وسمينة يعني يصلح جمعا للمذكر والمؤنث وكذلك الرجال والنساء كرامي كما أن الكرام يعني أي يجيء وصفا للذكور والإناث كما أن الكرام يجيء وصفا للذكور والإناث رجال كرام ونساء كرام كذلك السيمان يجيء وصفا للذكور والإناث çünkü بقرة سيمان دمج بقرة مانس بل فإن قلت يعني از اوادم عجلام تنا يعني يكي مكيماسي كي دجي كي راهشت از دخوزم هواله كي پر دريش نكه و عيني وي تشتيج مرا بيجه از دسي پاشتكم فإن قلت اگر كو تبيجي هل من فرق بين إقاع سيمانين او اتبرد عطابي انا تشتكي بيجه كو مثلا اف سيمانين ام بكن وصفه ملكة ام بيجه فإن قلت هل من فرق بين إيقاع سيمان صفة لمميز وهو بقرات دون المميز وهو السبعة يعني تو سيمان تيكي صفة بقرات كو أنا شو سينو مدن يا تبكي صفة السبعة نابة شو فرقه وأن يقال مثلا سبع بقرات سيمانا أنا سيمانين سيمانين بجريت بس صفة بقرات إجا كتو نكي صفة بقرات تيكي صفة السبعة ده به نامه یعنی اتبار دا کلیه صفت تمییزه که بقراته ایجا که به صفت ممییزه چلمه که سبعه چه فرقه یه؟ او از مخشری بجه فرق کیه یه؟ که نامه معنی خراده به قلتو ادبیجم اذا اوقتا صفتا لبقراتی وقتی که تکر صفت بقراتی فقط قصدت الى ان تمییز السبعه بنوع من البقراتی اف حفظی ما ج قسمه کی چیلکن او قسمه چیلکن اش بیش شمانن اش خون مقصود خدا جی اوه یعنی کد بیجه حفت حب چیلکی او نوع ایوان چیلک اجی کو ایش شمانن معنوی وصایه آن ظاهر عباره جو وصایه لبلی وقتی اجا سیمانن هم بخوین بکن صفت سبعی او چوام او آن ای بیجه وی سیمانو منون او جی چیلکی ششمانن لا بی جنسی هنه نکر ام بكن صفات يعني سبعي بكن صفات جنسي ولو وصفت بها ولو وصفت بها اگر كنت السبعة كنت سيمانين بكي وصف جبونا السبعي را او شاقي لقصدت الى تمييز السبعي تو او شاقص لكي تتمييز لكي السبعي بجنس البقرات اول يعني تلبي حفت حد شيلك بني وي السبعيته تو تمیزه که جراتینی که بقراته لا بی نوع منها یعنی دیرت تو تمیزه که بوصف جه سبعی را ناینی ساده جه تو چیلکا تینی سبع بقراتی حفت حفت چیلکتی توی اوی جنسیت تو یعنی تمیزه به جنسیت تینی نه به نوع که جوی سمه ده پای بیادا یعنی مثلا تو سبعی تمیزه که بسیمانی ده بايدة الفتري ثم رجعت فوظفت المميزة بالجنس السميني إجا ده بايدة تو جنسي هجا تيني دبي أو جنسي جوان بقراتك السمينة هذا فردا معنى خراد ما نامه يعني نيتا ربي عالمي كتشبك كوي حفت حبي وي حفت حبي جيرا تميستينا تمييزك كو صفتي ويهي كو السمينة يعني بوي نوعيتي او التائفة لكن إجا اگر ام رابن و سيماني تكن صفتي سبعي اولي ام جنسي وصف جنسي را تينن ده بايدا ام جنسي را وقتي كو اوك تينن ده جنسي را كو ام تميز تينن إجا ام تكرار تينن وي وصف تكن بسبعيتي او بسيمانيتي معنى دوي در دا خراب از اواج افعام تكن تشتكي كو انفيجن هبه كلام ما مستع ملي از غلام سيدام ولا تخنا يعني تم معناه خراب به تنه يعني مرب معناه خراب به مرب ويج سيمانين صفات بقراته او سبع حفته
عدد عدد ابهام تعيه مرق تمييز او عدد دكه بچغد بقرات سيمانين تصفات البقره راتي دب نوع بچغد تمييز عدد بنوعي تشيه وتك مرق بيج سيمان دو صفات سبعه سبع بقرات سيمانن بچغد بقرات دب جنس بچغد عدد ابهام تعيه او عدد ابهام تعيه تمييز او بجنس تشيه باشه جوی عدد دیرال صفت آتیه یعنی اونا یعنی معنی که مره بی قرار دبه معنی که نخوشه دبه درو تالق ایدا معنی که منافی معنی که تر شداوه مثلا معنی بکن ام بویج سبع بقرات سیمانین سبع هفت هفت چه ایبام دیگه هفت بقرات سیمانین هفت دواره به گوشت وهي دواري بقوشت نوعة كيه يسحب تيخوه مميز كير باقش كير إبهام إراكر وان دواري بقوشت اكي مره بيجي سبعة بقراتين سيمانا سفاتي سبعية مره بيجي سبعة بقراتين حفت دوار بجنس دوار دبج بشغي أو بقرات دبج جنس اي اتاجي عدد جنس هاني إبهام إراكر فاشرة بيجي أو سبعة جي سيمانا شيء او سبع جي او سبع جي سيمانا يعني معنى كي ترس بمجي غاز خويا ما بيني معنى كي ترس يعني مرة شي نابة بك راس بجي غاو معنى كي ترس نخوش منافي معنى كي ترس شي نابة يعني كنت سيمانا تيكي صفات السبعي او سيمانا تيكي صفات بقرات هردو يكن هاد نيك موجود يا فقط معناكي ترسي نعمر بيش ولا بيا نعمر بك صفات بقرات بك صفات تمييز بقرات سيمان حفظ بقرات سيمان نعمر بك صفات سبعي جي حفظ بقرة أو حفظ سيمانا بقوشت نا وصان اينا او معنى وينوسا او شا معنى وينوسا او شا معنى وينوسا يا معنى شوهي يكون يعني بس سمعت سبعين معنى وشوي كابيجي. كابين سبع بقرات حفظ دواء. صفتي وي حفظ حبيجي. صفتي وي حفظ حبيجي سيمانا بقوشته. ايه. كا ايه وسع معنى تسالحة نصلحة. يعني نيتها خدا نوصى يا. لو ما نبى ملك. دائما. دائما الله مخف. مالا چاوک سیدای مالا محمد گو معنا خراب نابه بوردا افضلیت ابلاغیت مسئله سی وار اگر سبع بقرات سیمانین او قرساق دهات بلیغ بی ایفاده ایل ایفاده ایتمیش oluruz اما سبع بقرات سیمانن او قرساق معنا بوزلمیور اینی هدفه گیدیور بو شنا بنزیور هانی سول قلاغمزلا sol elimizle sol kulağımızı tutmak nerede? Sağ elimizle getirip sol kulağımızı tutmak nerede? Mana 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 usar usar unane. Usar unane. Na na şey değil mi? Mana haram ne fakat ebleğiyet meselesi var. Sede hani ibare hani ibare keşaf veji. Dve kul dve bir vejim. دوید بکی صفت معنای وسات چه دوید بکی صفت دیگه معنای وسات چه دوید یعنی ت اگه هم بیج منافات چه دوید معنای خراد دوید معنای کی غیر صحیح درد کافی او اعراب ندرسته دیشه کی وسات دور تعلق داره چه نه بعد خدا ما تمام ام در باس مگه از اول جن فهمت کنم بیده از ولی از گاهی بیش کردم که بیده بقرات مرا بگی صفت بقرات بقرات سیمانی من سیمان بگه سیفت بقرات بقرات سیمان و چاقه دبه نوع من به بقرات دبه سیفت سیمانه سیفت سبعیه و چاقه بقرات دبه جنس نورمال لگورا ابیا لگورا مفسیر ای لگورا وانای ای وساد بیشه نورمال لگورا منطقی هری بقرات جی نوعه و بقرات سیمانی جی و چاقه دبه صنف وانا دبه جنس دبه جنس لغورا منطقي هذه حيوان هي انسان هي انسان اول
انسان نوعه وحيوانه يبقره يبقر نوعه هذا قو بقر بقر جي نوعه هذا قو بقرة سيمان أو جي شيء أو جي نوعه النوعية تقدر ناكفه فقد كشاف إذا سنة إذا رمشلي من القرى المنطقية شوية قوتي بقرات جي جنسة وبقرات سيمان جي دور النوع بصفة شرقة طاندية أبنى القرى المنطقية بلى. فإن قلت أغبت بيجي هلا قيل السبع عجافين على الإضافة دي سبع عجافين سب مثلا سبع عجاف النوصة سبع عجاف يعني بتنوين يعني مرمضا يجوك بإضافة بقوطة أو تشبيا شمام إضافة نقوط يعني بإضافة با أو تشبيا يعني مثلا نورمال لقول إضافة تقول تشكي أمان حركة هاني باشي يدر كتنة سال إضافة بمعنى وتشاوشت با قلت التمييز الموضوع لبيان الجنس تمييز دانينا ويجبنا بيان جنسيته والعجاف وصف عجاف وصف لا يقع البيان به وحده بيكو مثلا مميزه ورا يعني سبع بقرات عجاف كباتا آمنا اما جبلكو بقرات تنا تو عجاف ناب بيني تو عجاف بيني يعني تمييز مثلا جبونا بيان جنسي بقرج يعني قرج وي جنسك يما يعني او جنس شنو تنا جبرك او جنس لويتنا ببيع اجافك ووصفه تاني هم قربا هم قربا تمييز بين هم قربا جنسيته ببينه ناصلحه بله يعني دقيق يعني مثلا اجاف إيجاب وصفة نابك ذات ببذاتها كببذات دسلحة أما جبرك الذات ويدر ناتية أبي تميزة أو تميز نابك تشوب كي نابك تب إضافة بخويني يعني أو قربا وبيانا وصفية بينجي د أو كده نابه د إضافة دا ناسلحة يعني بني فإن قلت فقد يقولون سلاسل فرسان لبن سيدة عز غلام زياجي بيجم التمييز موضوع يجب بيانات جنسية إيجاب ووصفة دمك إيجاب نجنس نجنس إيجاب وصفة لا يقع به البيان به لا يقع البيان به وحده إيجاب وصفة بيان بوي تاني شيء نابه أو بيانا جنسي ناقة سبع بقرات أما بقرات بيانا سبعي دكاء بقول نت وصفة بيان دكاء أما عجاف وصفة بيان ناقة إذا أزجاش بريجن يا وقع بقرات كير جنس عجاف أو جد خو وصفة سمعت مشابهية كوصف نكر جنس نورمال ده لقرآن النحوي حتى بقي المزاجة زمخشري دي جاء زمخشري كشف زمخشري المزاجة كمتن حدائق الدقات أقد ويسا عبد الله قولا أو جي عين متن عيني أو كم مغني وانا أو جي زمخشري اسم جنس دبك وصف بجي دبك نوص ماذا رجل جنس اسم جنس راكب جي اسم جنس تدي المغني عاشقت بجي رجل جي جنس وراكبون جي جنسه اوه انا ببيجه اوه انا ببيجه بني فاين قلت عين سر راكبون وفرسانون واسحابون دبي اوه نا از بي نا وي نا بيجم اده بيجم كي يعني نا او تشيكو بيج او نا اوه يعني زمخشري باقره كر جنس ايجاف اكو جمع عجفائي صفت مشابهي كور وصف نكر اسم جنس حال بكت قرى النحوي اللي قرى متن المغني تعمل كم متن المزج جي متن حدائق جي أو جه هكذا وكاوينه اسم جنس رجل جي اسم جنس راكبك واسم فاعل ضاربك واسم فاعل خارجك واسم فاعل وصفة أو جي اسم جنس تب نبك يا بنام ما نحمل بني أشتاد ديسات فيم تب أقنانك يا تب نبك يا من هنك دبن هنك نابن
هنكي كو اتمن استعمال كن اتمن استعمال كن وكا فرسانو اصحاب راكب ابانا جوصفيتا خو بيتر كتنه جي اسمي هندي جاري مجر اسماء اينا سيدا اغل عزوي ناويشم عباره ور يعني بقره كر جنس ايجاف او وصف نكر جنس يعني نورمال ده تشكل من نحوي ده او ايريس ولا اجير ده ايريس ولا لغور النحوي رجل جي اسمه جنس ضارب جي اسمه جنس خارج جي اسمه جنس نحو اسم فاعل وصاحبه اسمك واسم يدا او غيره وا تشاق رجل امراتن اسم جنس او اسم جنس كجرا تميز ولا بيان جنسيته ويبك اونين انما محمد سيدايما ويا بوردا قصدتي نحن اسم جنسي değil سيدايما لا محمد بشيدان بحث ediyor doğrudur fakat burada li beyan el cinsiden murat şeydir camit camit camitlerle yapılan beyanat mesela يعني أن التمييز لبيان الجنسي ولا تدل الصفة على الجنسي لأن الوصف لا يدل على الحقيقة وإنما يدل على شيء متصل بشيء وإنما جاز ثلاثة فرسان وخمس أصحاب أبان أهاني لجري الصاحب والفارسي بالطريق موصوف مجرى الأسماء نابا تمام عبد الباسط من فإن قلت أجبت به فقد يقولون ثلاثة فرسان وخمسة أصحاب أبد بردا مثلا أبانا وصفا جي وهاتنا إضافة كنن يعني بالصيارة بعدد را هاتنا إضافة كنن مثلا فرسان وأصحاب وانا صفة وهاتنا إضافة كنن بإضافة هاتنا قلت الفارس والصاحب والراكب والنحوها بنزل بنا صفات جرت مجرى الأسماء يعني أبانا بكثرة استعماله هاتنا بري هاتنا جاري كن كاتنا شيء كاتنا جي اسماء عندي عين أو جي دلالة حقيقة تكن نوقا نورمال صفة تدنا فأخذت حكمها عندي أو عين حكمي وي دستينا أو دلالة حقيقة تكن وجاز فيها ما لم يجوز في خيرها عندي جائزة واندا هنك حكمي كن درسة دخيل واندا كاتشوا تشيدبه ألا ترى قينايدي لا تقول عندي ثلاثة دخامي لبام السيحة ششمان هنا وأربعة غلازين وشارحة بالسرت هنا إيه كاتشنا أبيا ناصل حجيات معنا إيما أما فإن قلت ذلك أجرت فيها بيجي ذلك ما يشكل ما يشكله يعني معناه ولا رق أبيا مشكلة معنا ناصل حج وما نحن بسبيله لا إشكال فيه أبشك أم ده ما نحن في ودنا إشكال تلاتنا يعني ألا ترى أنه لم يقل بقرات سبع عجاف وصا جناي قوتن يعني شما لوقوع العلم بأن المراد البقرات أم ظاننكم مقصود ببقرات أجل بني أبيا حالة أبيا فإن قلت يا هب هي برسا يعني أبيا ناي قوتن يعني أبيا نجمة نحن في إما ألا ترى أنه لم يقل بقرات سبع عجاف كو يعني بيا كو ذات جوالة سكر كرن كو يعني بقرات لبري ورا سكر كرن بري صاية صايلان ورا سكر كرن أبيا نايب وطن شما لوقوع العلم بأن المراد بقرات اندي احتياج بيتنا أمي ناين أم بقرات ناين يعني أقلت أذي بيجم ترك أصلي لا يجوز ندرسه مع وقوع الاستغناء عما ليس بأصلي يعني لا يجوز ندرسه مع وقوع الاستغناء يعني دقل واقع بنا استغناء عما ليس بأصلي تشتكي كنا أصلا يعني دبردا أصلي ما أصلي ما كوشية مالي سيد هذا ألمي وأجاب أن لا. الأصل أن يجب الجنس على الوصية قمرة كيف ذكري بخير أخو بقدر فين كريتو شيكي وقمرة قرتي سيد
Tamam. Ayaki tamamen ayaki fakir ya. Ana bir geri tuşe ki o fotoğrafı şu ya Resul. Ha geri tuş. Geri tuş yap ya şey ya. Geri tuş ki canım zanki. Hemen hatı çıkıp veci beşen. Az önce Ahmet ayaki fakir ya. Girin. Ama acıda bir şey var da hey fakir ya. Şuna bak. Kerem kesin. Geri tuşe ki şuna bak. Ne seydan? Yani vaka ko tibil beje yani en el asl en yecre el vasfu ala vasfiyeti vasf awa ku vasf lisal vasfiyeti ve jari kerim ve inma yutrak el asl asl king eti terkerin ku vasf ju vasfiyeti deri ve temiz iza muni amani vakti ku mani'aki ve men'ibke kema fi kavlike khamzatu ashabin de burda ijab naka mesela ve ha huna lema vasif el seb'u bil ijafi فأي حاجة إلى جعله تمييزا ثم ينتصب للتأويل وها هنا لما وصف السبع بالإيجاب السيد نعم تقرأ وها هنا لما وصف السبع بالإيجاب عندي ناي وصف كرنا ناي وصف كرنا فأي حاجة إلى جعله تمييزا ثم ينتصب للتأويل يعني دبر دا أصل أوى أصل أوى كبني Ama bu kultu ezebim terkul asli, terkul asli ku em icafe nekin vasıf em nekin vasıf jibuna seb'ira em rabun ve juvasfitiye derken tekin temiz evya la yecuzu ma'a vuku'il istiğnai dikel ku istiğnaa meheye amma leyse bi asli işte ki ku ne aslı ne asıl eve ku çoğabe em vi juvasfitiye derken o veyni tekin temiz وقد وقع الاستغناء ما يشير بقولك سبع عجاف بوصفتيه استغناء ما يشير به بشتي بوصفتيه استغناء ما يشير به ان جار قادني ايجاب ناكه واميرا بنتكن تمييز تشتكي وين بيجن تمام يا زلمه دروسو بلي وقد وقع الاستغناء بقولك سبع عجاف عما تقترحه مني او اقتراح يعني اونيرياته كمن التمييز بالوصف كنت ايجاج التمييز بكي بكي يعني عما تقترحه من التمييز بالوصف بل الى جعل تمييزا نعم بل فرض مصدقك ها عما تقترحه يعني اونيرياته اقتراحاته او من التمييز بالوصف جي تمييز بوصفه بلي لو يدت قد صانكي نو صان عباره ايش كنت جواب ده يعني وقد وقع الاستغناء بقولك سبع عجاف اما تقترب قد وقع وقد وقع الاستغناء بقولك سبع عجاف ده استغناء شيء بيجي اما تقترحه ها شيء كنت خازه أو ما جتج من التمييز التمييز هذا استغناء شيء بيا بتجج بالوصف وصفه كم إضافون كلي صفات السبعة يعني كنت استغناء بوصفيات شيء بع إن جوي أنيريا ترى كنت رابي جو وصفيات دي بيبقى برا تمييز بع يحتاج بضعتنا عينوسا جزاك الله خير والعجف الهزال الذي ليس بعده يعني عجبت شيء زعيفتك وكده في ويدا زعيفتتنا والسبب في وقوع إجافين جمعان لعجفاء وأفعل وفعله لا يجمعان على فعال مثلا نورمال عجفاء عجفاء جمعوي جرى عجف باقا شوى حمراء حمر تي إذا شما دبر دا إجافة هاتية في عال هاتية نورمال أفعل فعلا ناين جمع لك سبزنا في عال شما في هاتية والسبب حمله على سيماني أم حملة إجافة يتكن سر سيماني شو السيمان جمع ولرق جمع سمين وسمينتي تي إذا دبر دا جي إجافة محمل كريا شما لأنه نقيده شنكي نقيده بيه يعني محملة نقيده دبر دا كريا بسر نقيده ومن دابهم جداب عربا عادة وانا حمل النظير على النظير والنقيد على النقيد دبر دا لبين
Az olan yek nevme de kamerayı vekirine herhalde haniyevi satılık haniyevi satılık dukhuazı ki reklama haniye kurdu. Valla mekir ne kere ne zana bigre hiç iyi yok ediyor ki. Ana girtiye seyden valla hemen kamerayı girtiye. Tavol pel geri tuş alıp ki tüce avala ette de rastı tamam. Ana mekir yedir. Allah ette de. Seyden mala cevada seyden mala cevada. Meni. Dilsiniz böyle böyle tuş. Ama ben hüvekiriye. Hem de bak ve tüştekiyle bir daha onu vereceğim. Tüşki bir daha bana hemen. Ne az ulan meseyden yapayım ben. Fein kulte. Az ulan meseyden mala cevada. Tamam falan. Fein kulte. Eğer tübeci. Hel fil ayeti delilun ala enne sümbülatil yabisete. Kanet seb'an kel hudri. Evan sümbülü. Sümbülü genimi hişk evci haftın vakayı hişk evittar. Ka delil ki heyet ayeti da. Kultu ezebeşim. El kelamu mebniyun ala insibabi ila hazel adedi fil bekarati esiman. Vel icafi ve sümbülatil hudri. Yani de çeyleki hurdamak ve haftın. Yani kelami mehatiye binakene nesel vi yani retina kelam, akışa kelam deviya daye. Yani çeyleki hurd haftın. O evi zayıfji haftın. O sümbülü heşin evi hudr evci haftın. Eni lazıme fevecebe pişti viya. Ha? Fevecebe en yetenavvele ma'nel uharici es-seb'a. Endi lazıme ku ev uhari meci evci haftın. Çünkü kelam da aynı üslubaki de devam dike. Ve yekunu kavluhu ve uhara yabisatin بمعنى والسبع الاخرى او سبع دويلر دا هي يعني امزان كو او اوخرجي حفظ او ايدن كما جو ايدن جي كو حشكن يعني حفظ حم سمبل ايدن جي كو حشكن امزان كو جي حفظ يعني كلام نسال حفظ ايدش امزان بياجي حفظ فين قلت اغربت بيجي هل يجوز ان يعتب قوله واخرى يابسات على سمبلا تین خودری او خرایا بیسادی نم عطف بسر سنبلات خودری با بکر درسته؟ یعنی عطف مفرد بسر مفرده با فیکون مجرور المحلی چوا او خ... یعنی سنبلات خودری مجرور گره او خرین یا بیسادی نه اوجی مجرور بن ها قلتو از بجم یو ادی ایلا تدافعین او یا دبه سببی کن معنا او خراب چه نابه؟ اوجی چیه؟ وو ان عط... وو أن عطفها على سنبلات خدرين كنت عطف كيف سنبلات خدرين يقتضي أن تدخل في حكمها أو شغير كذا بني حكمي وي حفظ هشين وان اندي يعني أو حفظ أو حفظتي دي بدأ قسم قسمك يجي هشين قسمك يجي طارن يعني نكو حفظ حفظ طارن حفظ حفظ حشكنا أو ببع وان حفظة أو حفظتي لسه هذي تباري كرين دبا حفظة ما طار بنجي حشك بنجي يعني ده قسم يعني حفظة ما دبا ده قسمة دبا طار ودبا حشك نكو حفظ حفظ طار حفظ طار حشك المعنى شب شب آيات دي أنت تقول في حكميات بكرة بني وحكمي وحفظيتي ها فتكون معناها معنوي مميزا المعنى بي أخرى شبو ماني أقيك يعني وأخرى يابساتين أو أخرى يابساتين أوجي بيانا وسبعية شو أو سبع مذكور كما هو وسبع سنبلات خدرين أو سنبلات خدرين شو بيانا سبعية عين زمان وأخرى يابساتين جي بيانا وسبعية ها فتكون معنا مميز سيدا. سبع المذكوري لبي اذا امي عباره امي يانش عجبه فتكون معها دبيجا معها ها فتكون معها معناها نينا فتكون معها مميزا او بويد الراء او شاغي يعني بوي اعرابي را مميزا للسبع المذكوري او السبع المذكور او بتميزوي ولفظ الاخر يقتضي ان تكون خير السبعه وما اخرجي لفظ اخر ده افاده كده او حفظ كده بقى ها بيانه جا بيانه بيا او بينك ارنك بين جبونا روني انك تقول عندي سبعة سيدة لبين قربانا سيدة استغفر الله از بيا بيجي مرحلة كورونيني از لبيا بفتن دقيق
من هنا أنك تقول عندي سبع رجال قيام وقعود أفرد بني تدبي حفت حال مير رونش بلبيا ورونشتي هنا بني أبا تحفتتي كدخسما حفتن حفت حال مير أما رونشتي ولبيا تبانا أبيا بالجريد وقعودي لبي داري سبعتون نبسان ديا أزغلام إفاد أميانشة عندي سبعة رجال قيام وقعود له تمام بالجري وقعودين لما بني بالجري وقعودين تبجري غيني بني تبجري غيني تعقف ويت كبسر قيامه با ام ميري يعني حافت حال مير رونشتي جانا والبيا جانا دقسما انت حافتيتيك دقسما يعني اب قيام وقعود بيانا وان حافت وي حافتيتيك ها فيسعو ابيات درسته لأنك ميزت السبعة برجال موصوفين بالقيام والقعود على أن بعضهم قياما وبعضهم قعودا توصف تكيف في حفتيته تدفي دقسما هنك جوان رونشتينانك رابونا هنك جوان بعضك جوان لبيانا بعضك رونشتينا أما فلو قلت عنده سبع رجال قيام وآخرين قعودا أتأوى بيجوك عيني آية طمع لبالي حفت حميري لبيانا وهنكي دشي هنكي دشي رونشتينا أبختت أوبي تدافع ففسد أو شو معنى خراط به تودي كارين دي بعطفة بقوين بعطفة شين أبا شنكي أو حفت دني شيء أو أبي دني رونشتي ناكم بني حفتي أو شغير حفتانا وآخرين يعني ومن آخر السبعة يعني شغير حفتا هنكي رونشتي هنا نكو أوجي حفتن أوجي جي قسم حفتانة نين آبي آياتا ما لو ما كنا بتعطف بكي في وأخرى يابيسات تعطف كي بسر چه سبع بقرات سيماني شي نا سنبلاتي خدرين تنكر يعطف كي بسر سنبلاتي خدرين كنتو عطف كي بسر سنبلاتي خدرين أوجي كابن سبعته أو يبقى قسمك السبعتي حال معنى أخري لذا إفادة كنن كو أو جدار باي سبعتي قسم ندنينا حف حف دنينا بل الكلام كما راح تشتكي تبيجي أتاكو داريك بل أزلان بل سيدا أوكر سيدا خوشكر شخوة بيانه أنك يا خوشتك إذا ما شريد فردا سيدا إذا ما شريد فردا أودك دینی زمان و دکه که مرجع فهم بکن که دیمه که مره بویجه عندی سبعت و رجال قیام و قعودین اف درسته و شغل معناوی حفت ظلام مانه جوا حفت حواج هنگ لپیانه هنگ کرونشتینه اما که مره بویجه مثال دنه که مره بویجه عندی سبعت و رجال قیام وآخرين قعودين آيات ما يجي أي وقت آيات قسمة تدياية وقت مرد بسبعة رجال قيام وآخرين قعودين آخر أو يجب مرنك عن بي وآخرين أب ندرس مرد بي وآخرين أتفاسر رجال بي يجب أو عين سبعة لقيامة عين سبعة لنشتية مرنك عن بي وآخرين مرد بيج وآخرون قعودين أتفاصل بسبعة تويك يعني. يا أيها الملأ ملأ أم دعوه بكين حقا في درسها زورا مثلا كشاف هذا يجوان درسي بمي درسي قارشخ ومطالع نكر يجي بقى بلية درسها قراء ملأ سيدا أستشتك برس بكم أزغلام سيدا كلا داري مفهم نكر أب تدافع ففسد أب تركيب أوي دبتش يعني أب شو دب هذا سريدة بخير خير أن بعضهم تدافع فسد تدافع دب جواب لويم فلو قلت تدافع فسد يعني تشلشتي شربة ومعناه خراب تمام يا أيها الملأ كأنه يا أيها الملأ دب ملوك دبيا أي جل إلى لجلنا كان وأراد العيان من العلماء والحكماء صانكي أو إرادة بك أعيانا يعني أبي إلى لجلنا جعالما جحكماء جوانا دبي جاتش دبي أي جلي إلى لجلنا واللام في قول للرؤيا أصلا تعبرون جلا متعدين نبي بلامي جلا نورمال متعدي باطا إجاب بلامي هاتية ها
هم ده بري تعبرون هاتية يعني تعبرون للرؤية إجا بيا للرؤية تعبرون هاتية هم لعامل يخلو قدم بيا هم جيب لامي هاتية أو أنا لسر بيا خبر بده إجا واللام في قولي للرؤية إما أن تكون للبيان يجبون بيانية وقا بيانية شوك قولي وكانوا فيه من الزاهدين وكانوا من الزاهدين بيان اوج فيه او دمج زاهدة زاهدة الدنيا ايضا نا زاهدة فيه ابي اجبنا بيانية ابي اجل للرؤية ان كنتم تعبرون اگر للرؤية افا لا ما اجبنا بيانية ابي معنى كي ابي يا لا ما اجبنا بيانية واما اما ان تكون واما واما ان تدخل واما ان تدخل يعني في حكمي واما ان تدخل اي في حيز العامل وهو تعبرونه ياجي امتكن بني حيزة عاملك وتعبرونه ها شما لان العامل اذا تقدم عليه معموله لم يكن في قوته على العمل فيه مثله اذا تاخر عنه يعني شنكي عامل اذا تقدم عليه معموله وقت معموله ولم مقدم للرؤيا لتعبرونه مقدم بها لم يكن العامل في قوته على العمل بقوته قل سر عمل ناب العمل فيه مثله إذا تأخر عنه يعني وقت قبل الرؤيا دبي تعبرونه ذا بيا نورمال دان جرى بيلام يعني ديرك متعدي بيا يعني ديرك بمفعول متعدي بيا إجا وقت قل ليه مقدم ذا سانك قوته وي قوته عامله كتعبرونه جعمل رزعيف ذا كزعيف ذا إني شواتك عندي أمتين متعدد كل بلامي ها فعضد بها يعني فعضد بها يعني شو أي بتعدية بحرف الجر وباللامو فعضد بها كما يعد بها اسم الفاعل شو اسم الفاعل جي جار نتيجة تذكر بتشي بحرف جره إذا قلت هو عابر للرؤية اسم الفاعل جي شو عملت كبع عمل فعلي عملت كي أو جدي لك عامل نينا اوجب واسطه لعامله جبك ديرك عاملين عملي وجه ضعيفه عملي فعلي ضعيفه بلامي متعدد بها هذا برضه جبك معمول لعامل مقدم بها عملي عامل ضعيف بها امتين وهي متعدد كل بلامي شمال انحطاطه انحطاط اسم فاعل عن الفعل في القوه دي قوته خذها جفعلي ضعيفه عندي ام حاشيه مدانيه سري في في حكم المزيده لا تتعلق بشيء وانما زيدت لمجرد التقويه انجر زيد بيجبنا مجرد تقويه يعني في لا مهانه نكون متعلقا بشتكي بها صادجا هاتي يجبنا التقويه عملي بل ويجوز ما موسى لم يزنا هذا قاع حاشيه وتسابقين حاشيه اخوه فهي ابي لا مهانه في حكم المزيده ابي اعراب القران ده فهي في حكم طبعا. المزيدة فلا تعلق بشيء نمتعلق بشتكبة وإنما زيدة لمجرد التقوية سيدة أزولا أو حاشي نخوش بيا كيكوتية بيا نخوش الفردة تصابيوية جميعك جميل لامرة شخم مشهورة جبي لام را تقول لام مقوية لام تقوية. يبي يوصل قوية. مثلا سيدنا مثلا لام اللام المقوية لام أقول تقوية كذا. دمك ده عبارة زمخشري زح خشكر. دمك عافعلي شو وقت فعل ضعيف تبه لام مقوية جراتي وتم معمول اللي مقدم ببه ضعيف لغو ضعف تلا كذا به. للرؤية تعبرون وجه معمول مقدم دبي ضعف شيء دبي لما مقويته أما مشتق اسم فاعل يرجي معمول بالمقدم نبويجي عابر للرؤية يرجي معمول بالمقدم يصير نبويجي فقط جبناك وعمل اسم فاعل جبوي مشابهات معنى فعلا مضارعة عمل من أصلية أي معمولة بالمقدم نبي جدو عفتادة هاي لما مقوية لسر معمولة بيتي طبعا بيها خوش قادو ديا سيدا هو حاشي نقل كريه قوتية مع تشكيف الناقرة نورمال ده كتاب ما ينحوي
حلده özellikle حلده بقته براوة حروف جره تمام حروف جره خبتشتا كيف تقره هنك حرف خبتشتا بدناقره مثلا في رباية إذا كف حرف جره هي أما اللام المقوية تو لام مقوية جبل قد نزع أدي محضية جبل قد نزع أدي محضية نزع أدي إصادية جبل وين خبتشا كيف تقرأ هذا يقول إذا قلت لا تتعلق بشيئين فكرة من فيه ضعف بو ديجب ديجب إعراب القرآن لدرويشة أوي يا أسكرية أنت تهرى أبوي ذا تجح عشيكي بابي السالي أنا أمكن ويجوز أن يكون للرؤيا خبر كان دبكو بب خبر كان وكما إن كنتم إن كنتم إن كنتم تم اسمه للرؤيا إن كنتم للرؤيا أجر ون جبونا رؤيا هنا يعني ون جرتك أهل دي بيشينه ون يعني ببيتشي تين ناس كرين ون يعني الرؤيا آدمينه أو آنوسا بجلو ما بخبر كما تقول إجت بكو بخبر كما تقول فلان لهذا الأمر فلان كس إيدي بيشية ها كي يتقودن جرا إذا كان مستقلا به ومتمكنا منه وقت أو بامسز أو أبي يعني أو أبي أهل وي عيشي به ودوي عيش لج متمكن به يعني غير شكتن وي عيشي تام حقي وردك أو كما بيش أنت لهذا الأمر تو أهلي جبه غير شكتن تو إنسان بي عيشي مال إن كنتم للرؤيا أقرون جي رؤيا را أمن أو شك تعبرون بشي وتعبرون خبر آخر أو حال يا إن كنتم للرؤيا وتعبرون يا إن كنتم للرؤيا حال كونكم تعبرون مالي وأن يضمن من إجاد بك معنى قادني وأن يضمن تعبرون معنى لا بيزنون أزرم وأن يضمن تضمين راسته وأن يضمن الشدائل راسته وأن يضمن تعبرون أو ما نحن دلباتك ودنجي زاروك ورا خير أخو ميكروفون أخو بقره ياش دنجي وام بقره يعني هر هوال هر هوال كدنجي جخيري درسي تيك قيدا ما حقي وامتنا وأن يضمن تعبرون معنى فعل يتعدى باللام و ضمن خدا دبكو تعبرون شجرت بمعنى فعلك كي يتعدى باللام دبكو مثلا مالك شافي دقلك خندية مثلا هنك فعل ضمن خدا معنى فعلي دقلا او فعلك و ضمن خدا معنى ويقرتي او متعدي بها بتشي وش بمتعدي بها بوي ها اجا دبردا كو تعبرون نورمال متعدي بي حرفا جارية شما دبردا حرفا جارة لسرياتية ضمن خدا معنى فعلك يقرتي او فعل او فعل متعدي بلامه دبا لو ما بيجي متعدي بلامه اجا وفعل شيء كانه قيل ان كنتم تنتدبون لعباره الرؤيا اگر ون بله ون بله ون قازيدك ان كنتم تنتدبون ون قازيدك لعباره الرؤيا جبونا ون اگر ون كسي كوتين قازي كرن تنتدبون لعبارة الرؤيا جبونا تعبير خونارا ونوان كسانة ونوان كسانة كرمكن تعبير خونا من بيجن يعني ها تنتدبون يعني دبيتش دعوته أي دعوته بني انتدب ندبته فانتدب أي دعوته يعني ونتين غازي كرنا ون أجر وان كسي كون تين غازي كرن جبونا تعبير خونارا لعبارة الرؤيا او شاقي اگر تعبرون معنا تنتدبون دو خدا قرتبه شو تنتدبون متعديد بلامي دبكو تعبرون جي متعديد بلامي وحقيقة عبرت الرؤيا جا عبرت الرؤيا معنا ويشيه قرشكوي ذكرت عاقبتها مصون جا فياكو يعني مثلا دحب هفالي حسل يوسف هاتن بالي جرا تعبير اخونا اخو خصن حسل يوسف جي خونوان تعبيري كده يعني قوة شه قوة صونه جابي عيشه وآبه تشتكو وديتيه اوه صونه جي افدلي وآخر امريه صونه جابي عيشي عقيبتاوي آبه تعبير خوني يعني صونه جاوي عقيبتاوي مر بيانك
كما تقول إيش دبتش لك وهي كلام عربة ده ها عبرت النهر معنى بشيء إذا قطعته حتى تبلغ آخر أرضه ها عبرت النهر من شكل من شم درباس كل يعني عبور معنى درباس بونه أتشم درباس بون إذا قطعته تابع قطعك حتى تبلغ آخر أرضه حتى تبقي باشيا قيوي يعني جيك فريا ويد درباس بكي درباس يالي ويالي شمي وهي عبره وهو عبره يعني أوجي كيا أوجي كناري ويا عرضوي كيا وهو يعني حتى تبلغ آخر عرضه أو آخر عرضوي كيا وهي عبره يعني أوجي قي ويا أزغلام لفدري وهو عبره آه ما والله ده عبره ده عبره ويا عبره ويا تشتكي صيانة يعني أو وهو بلي وهو أو راجع بال عرضي بايا راجب العرضي بايا وعبره يعني نهرين قيسي ويا جيتشلين يري جي كنت تتلا در باست بي و تتشي كناري وي او اجورة تكوتنا تمام ونحوه بنزري بيا يعني كنت تأويل الرؤية بمعنى صنجة وارجاية ير عقبتاوي اوه اولت الرؤية مثلا شو تكوتن إذا ذكرت مآلها وقت كنت ذكر بكي ما يقول إليه يعني تشتكو يعني دنجي سونج ورجعي يير أبت إيش أوي هرا هرا بالفلان تشتك راسة ببا بمعنى ويا ووا أوشي مرجعها يعني جيكو أوي رجوع بك أب إيش هرا لفلان داري قراسة ببا تأويل جي بوي معنيتي تأويل الرؤية وتعبير الرؤية جي عين بوي معنيتي وعبرت الرؤيا شيء جاء وعبرت جاء بتخفيفه بالتخفيفي هو الذي اعتمده الأسباط أصلا يعني أبي عالمك يعني وصا بفكري وان بقول شيء وان مربي اعتبار ذكى أصل أو بتخفيف يدخل أو الذي اعتمده الأسباط أبيك أسباطا يعني إنسان معتبر كو ضيان مشي بكلمة ضبطه ويبونه قلتنا شيء عبرت ويا بتخفيفه اما ورأيتهم ينكرون عبرتو بتشديد دبي اثباتا دي جعالمي يعني معتبر دبي مديك ابا عبرتيه بالشديد انكار ذكرن اما والتعبير والمعبره مني ينكرون عبرتو بتشديد والتعبير والمعبره اما تعبير شو مصدر عبره يعني بالضبط أو يكون بتخفيف إباء بالشديبة ما ننكر كلمة أما وقد عثرت على بيت أنشده المبرد في كتاب الكامل لبعض العرب نبي أز مطلع يسر بيت كيبوم كو دليل آنية مبرد دي كتاب أخويا كامل دا جهنك إعرابا كوفاي بالشديجي عبرا هي رأيت رؤيا ثم عبرتها وكنت للأحلام عبارا از دبی من خونه کی دی دبی دا من خونه خود تعبیر کرد و ده حالی که از جبونه خونه راجی دبم عبارا تعبیر جی یعنی دنمه انسان اکی گوسا امن چه یعنی هستا ماهر از انسان اکی یعنی تعبیر دا ماهر بون آبد بردا عبرتوها بشده حاطیه بله و بصبر کو گوداری که از به تفا تشکرت کم که ماسی که مجی هبه خیر آخو عفو کن جزاکم الله خیر کسیرا خودش سرازی بکن شتکی کو ایلاوه بکن هبه کرم کن تقریر اکی حوال اکی که بیجه هبه برا بیجه از گوداریت کم آه